بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي صلوا على النبي كده يا جماعه. حبيت اقول لكم بشره خير وبشره حلوه قوي قوي قوي. بصوا الحزمه دي اهي، الحزمه بجنيه، حزمه الخضره بجنيه. بصوا الحزمه قد ايه، بصوا الجمال، بصوا جمال الحزمه. ايه رايكم؟ حبيت ابلغكم اقول لكم يا جماعه اهو الخضار النهارده نزل، وادي بصوا الحزمه بجنيه. شوف انا جايبه قد ايه، وبخزنها وبحطها في التلاجة، بستخدمها للمحشي والممبار وحاجات كتيرة قوي. الطماطم اهو قال لي كيلو ونص، خدتها ب5 جنيه. بصوا زي الفل ازاي، ب5 جنيه عندنا الطماطم. جبت اهو 2 كيلو، قلت احطهم في التلاجة، وقلت له تبقى نقيلي بقى شوية تراي حلوين. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ وهنا برضو البتنجان الرومي الكيلو ب5 جنيه. خدت انا بقى الكيلو والربع ده ب5 جنيه، طلع كيلو وربع اهو، بصوا خدته ب5 جنيه. ايه رأيكم؟ حبيت بس ابشركم كده بالخير وكل حاجه حلوه. دوت قال لي بعد 50 من هنا لهنا، واحده قالت له انا هاخد وبتاع. المهم بقى ده ب 30 جنيه دلوقتي. الفلفل ب 30 ماشي، ده نص كيلو ب 15، ودوت هنا ده كبت كيلو ونص ب 10. ده الفلفل الرومي على كام قرن فلفل حراق ب 10. وجبت هنا بقى صلى الله على النبي كده يا جماعه، هنعمل معاكم المحشي البتنجان. بصوا المحشي وجماله واحنا بننقيه صغير ازاي، شايفين؟ ده كيلو ونص ب 10، جبته كده النهارده كيلو ونص ب 10. ايه رايكم؟ حبيت بس اعرفكم، حبيت اقول لكم على الخضره وجمالها. بذمتكم الحزمه بجنيه؟ بصوا الحزمه، حزمه بجنيه يا جماعه. الحزمه اللي كانت ورقتين الواحده ب2 جنيه ونص وب3 جنيه، كنا بناخدها التلاته ب5 ولا الاتنين ب5 ورقتين. بصوا الحزمه وجمالها، حزمه الشبت بصوا جمالها، بصوا الحلاوه بتاعتها. حزمه الشبت بجنيه، ايه رايكم؟ يلا انا حبيت بس اقول لكم على الحاجات اللي انا جبتها، وابشركم بالخير، وابشركم ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه هتنزل. والبطاطس ب10 وكيلو ونص ب10 الصغيره. بس ايه رايكم؟ دي مشترياتي ودي البشره اللي انا حبيت ابشركم بيها. ان شاء الله مع احلى كل حاجه، ودايما يا رب كده ابشركم بالخير دايما، واحلى مشتريات واحلى حاجات. بالحق نسيت اقول لكم تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير على الفيس. اوعوا تنسوني، مطبخ عبير على الفيس ومطبخ عبير على اليوتيوب. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.